احنا بنحط يا شباب ان الاكس اي دي الكوردينت اللي احنا عايزين نجيبها ونفرضها بتساوي ميو دي المودل ماتريكس عارفين عناصرها كلها في دلتا. دلتا اي لما نعرفها معادلة الحركة اللي هي ام اكس دم دوت بلس كي اكس ايكوال زيرو. احنا بنتكلم طبعا عن الاندامبت فري فايبريشن. لما نعود هنا بيطلع لي مجموعة من المعادلات. احنا عارفين طبعا ان لو انا خدت الميو ترانسبوز ضربتها في الام وضربتها في اليو الكلام ده بيطلع ايه؟ خاصيه الاورثوجوناليتي بتاعت الايجن فيكتورز ان انت لو خدت اي ايجن فيكتور ترانسفوز بتاعه ضربته في الماس ماتريكس او الكي ماتريكس وبعدين ضربته في فيكتور تاني بيطلع بكام؟ بزيرو. فحصل الضرب بتاع الثلاثه ماتريسز دول في بعض بيطلع دياجونال ماتريكس بنسميها الجنراليزد ماس ماتريكس. الجنراليزد ماس ماتريكس حيث الام ار ده ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. ام 1 بيساوي ايه؟ ام 1 في الماتريكس دي بيساوي ايه يا شباب؟ الاكس 1 اللي هو الفيكتور الاولاني في الام في الاكس 1. اكس 1 ترانسبوز في الام في الاكس 1. نفس الكلام لو احنا عملنا الكلام ده للكي ماتريكس الميو ترانسبوز في الكي ماتريكس في الميو الكلام ده بيطلع لي دياجونال ماتريكس برضه عناصرها ايه؟ كي ار كي 1 كي 2 كي 3 وبقيت العناصر كلها بتبقى زيرو. برضه الكي 1 الكي 2 الكي 3 بنجيبهم من الترانسبوز بتاع الفيكتور الاولاني في الكي ماتريكس في الفيكتور الاولاني. الترانسبوز بتاع الثاني في الكي ماتريكس في الفيكتور الثاني وهكذا. في الاخر بيطلع لي مجموعه من المعادلات بتبقى بالمنظر ده كده ام ار دلتا ار دبل دوت بلس كي ار دلتا ار بتساوي زيرو. بيطلع مجموعة من المعادلات ام 1 دلتا 1 دبل دوت بلس كي 1 دلتا 1 بيساوي زيرو. دول معادلة ايه؟ سنجل ديجري فريدم. كل طبعا كل اللي هنا ده مش ماتريسيز دول ايه؟ دي ارقام كلها. الفاليوبل بتاعنا اللي هو دلتا والام 1 انا حسبتها والكي 1 انا حسبتها. طبعا ولو قسمت الكي 1 على الام 1 هتلاقي اوميجا ان 1 سكوير اوميجا ان 1 سكوير اللي هي النشر كونس الاولانيه. الكلام ده هيبقى عندي مجموعه من المعادلات بالمنظر ده. حلهم ايه؟ دلتا ار احنا خدنا حل المعادله اللي هي كانت في السنجل ديجري اوف فريدم اكس دبل دوت بلس اوميجا ان سكوير اكس يساوي زيرو. كانت بتطلع يا شباب اي ساين بلس بي كوساين. فهنا دلتا هتطلع لي بالمنظر ده كده. دلتا اي بتساوي اي اي ساين اوميجا ان تي بلس بي اي كوساين اوميجا ان تي.
هم بيقلنا طبعا ايه اي اللي هي ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة لغايه ان لما نرجع للمعادلة بتاعتنا اللي هي اكس اي بتساوي ميو في دلتا اي دلتا اي هنحطها على شكل اي واحد ساين اوميجا ان واحد تي بلس بي واحد ساين اوميجا ان واحد تي السطر الثاني هيبقى ايه اثنين ساين اوميجا ان اثنين تي بلس بي اثنين وساين اوميجا ان اثنين تي الكلام ده الواي اي ان اوميجا ان تي بلس بي ان وساين اوميجا ان ان تي عشان تجيب اكس واحد الريسبونس الاولاني بتاع اول كوردينت هيساوي ايه اول صف هنا في الميو مضروب في ايه في الكولوم ده كله بعدين اكس 2 هتاخد الصف الثاني بتاع الميو في الكولوم ده كله هيطلع اكس 1 واكس 2 واكس 3 بس هنا عندنا كونستانتس اللي هي مين الاي والبي الاي والبي فلازم نجيب الكونستانت كنا بنجيبها في سنجل ديجري من الانيشال كونديشن من الانيشال كونديشن فلازم هيدلنا الانيشال كونديشن اكس اي عند تي بتساوي زيرو خلينا ناخدها كده اكس واحد اكس اتنين لغاية اكس ان عند تي بتساوي زيرو بيساوي ارقام ارقام اللي هي ايه اكس واحد نوت اكس اتنين نوت اكس ان نوت وكمان مين بداية الحركة كانت ازاي هل انت مثلا بتشد الماس بس وتسيبها تتحرك ولا بتشدها وتديها كمان بلوستر فلازم يجي لنا كمان يا شباب اكس دوت واحد اكس دوت اثنين لغايه اكس دوت ان عند تي بيساوي زيرو بيساوي ارقام هنا اكس دوت واحد نوت قال اكس دوت ان نوت علشان نجيب الكونستانت هنعوض فين في المعادلات اللي احنا جبناها هي دي في المعادلات دي شيل الاكس دي وحط بدلها القيم اللي هو مديها لك عند دي بتساوي زيرو شيل القيم اللي هنا ونحط القيم اللي مديها لنا عند تي بيساوي زيرو واحط التايم هنا بكام؟ بزيرو حط التايم بزيرو هيدلنا ايه يا باشمهندس؟ هيدلنا كده اكس واحد نقطة اكس اتنين نقطة اكس ان نقطة الكلام ده بيساوي ميو المعادلات اللي هي بتاعت الدلتا كان في A في ساين وB A كوساين الساين هنحط ساين أوميجا تي تي بكام؟ بزيرو هيطلع ساين كله بكام يا شباب؟ زيرو هيتبقى بس مين؟ البي يعني هنا هيبقى هنا بي واحد بي اتنين لغاية بي ان فاهمين يا شباب؟ المعادلات اللي فوق دي المعادلات اللي فوق دي في هنا ايه؟ A ساين وB كوساين
هشيل الاكس واحط بدلها القيم اللي هو مدهالي دي. يعني هعمل عن طيب بكام؟ بزيرو. بحط الطيب بزيرو في الطرف اليمين ده. لما الطيب بزيرو كل الترمات اللي فيها صاين بزيرو. صاين زيرو بزيرو. يبقى هبقى اني ماسك البي في الكوزاين. كوزاين واحد كوزاين زيرو واحد. يعني هيبقى البي بس. فهيدلنا مجموعة المعادلات دي. انا عايز اجيب الاكس ولا عايز اجيب البي؟ عايز اجيب البي. عشان نجيب البي نعمل ايه يا شباب؟ نضرب في الانفرس بتاع مين؟ ميو. يبقى بي يبقى بي واحد بي اتنين لغايه بي ان هيساوي ميو انفرس للاكس واحد نوت لغايه اكس ان نوت. يبقى انا بعد ما بجيب الميو يهمني برضو اجيب ايه؟ الانفرس بتاع الميو. طيب عشان اجيب الايهات هنرجع برضو المعادلات بتاعتنا. المعادلات بتاعتنا كلها في الاكس. هنجيب الاكس دوت. الاكس دوت اللي هو هيبقى يا شباب هتبقى مجموعة المعادلات بالمنظر ده كده. x1 دوت x2 دوت xn دوت هيساوي ميو الدلتا دوت. الدلتا دوت احنا كنا فاضلين دلتا واحد بكام يا شباب؟ او الحل بتاع دلتا واحد ايه؟ واحد ساين اوميجا تي. لما بفضلها يبقى ايه؟ واحد اوميجا ان واحد كوزاين اوميجا ان تي بلس بي واحد اوميجا ان واحد وتفاضل الكوزاين ايه؟ نيجاتيف ساين اوميجا تي. يعني هنا ساين اوميجا تي وهكذا للاخر. هيبقى هنا برضو لو انا شلت ده وحطيت التايم بزيرو عند التايم بزيرو احط الانيشال كونديشن بتاعت الفيلوسيتي هنا واحط التايم هنا بزيرو. الترم الثاني يا شباب هو اللي هيروح. الترم الثاني مضروب في ساين. ساين زيرو بزيرو. يبقى البيهات دي كلها راح. هيبقى بس ايه؟ ايه واحد في اوميجا ان واحد في واحد كوزاين واحد كوزاين زيرو واحد. فهيبقى عندي مجموعة كلهم كده في ايهات ايه في اوميجا ان. لو ضربنا في الميو الانفرس بتاع الميو هتجيب الايهات. هتجيب الايهات. بعد كده هنعوض ده في المعادلة اللي هي الاصلية بتاعتنا اللي هي المعادله دي بالايهات والبيهات اللي احنا جبناها. يبقى جبت الاكس اي او الريسبونس بتاع السيستم. ده كده يا شباب ازاي بنحل المعادلات الحركه في المالتي ديجري اوف فريدم بطريقه الديكابلنج او طريقه المودل اناليسيس. ان احنا نحولها لمعادلات ديكابلت وبعدين نرجع نجيب الكوردينتس الاصليه بتاعتنا دي. طيب يعني الكلام ده لو سيستم عندنا مثلا 2 ديجري انا ممكن اعمل الكلام ده كله بالحسابات عاديه دي. لكن لو سيستم اكتر من 2 ديجري 2 3 4 اكتر هنعمل فيه ايه؟ يعني المسألة اللي زي دي هتعمل ايه في الامتحان فيها ايه؟ هيبقى قدامك سيستم هطلب منك تجيب لي الايكويشن اوف موشن وتحطها في الماتريكس فور. طبعا تجيب لي الايكويشن اوف موشن بأي طريقة؟ انت حر. طريقة نيوتن، طريقة الانفلونس كوفيشنت، طريقة لاجرانج. المهم انا عايز في الاخر المعادلات بشكل ايه؟ الماتريكس فور. يعني هتجيب لي الام ماتريكس والكي ماتريكس. الام ماتريكس والكي ماتريكس.
وانا هديلك ميو، وهديلك ميو انفرس، يعني انا هديلك قيم الميو، هكون حاسب الكلام ده، هديلك قيمه الميو، قيمه الميو انفرس. ويبقى مطلوب منك ايه؟ انك تجيب، وطبعا ما عندناش كونديشن، يبقى مطلوب منك انك تجيب، هيبقى مطلوب منك تجيب الاول الديكابل ايكويشن، تعمل ديكابلنج، يعني هتعمل ايه؟ هتاخد الميو دي تعملها ايه؟ تضربها في الماس ماتريكس، الميو ترانسبوز في الماس ماتريكس في الميو، تجيب مين؟ جنرالايزد ماس ماتريكس اللي فيها ام ار دي، اللي فيها تطلع دياجونال كلها. وهيبقى مطلوب منك تجيب الكي ماتريكس، جنرالايزد ستيفنس ماتريكس، اللي هي برضه بتبقى ايه؟ دياجونال ماتريكس. وبعد ما بتعمل كده بالانيشال كونديشن تقدر تجيب الثوابت اللي هي الايه والبي. واضح كده؟ لا واضح. نعم مثال في المثال اللي هو مثال رقم 17 افكركم بيه. سيستم داشبورد اللي هو عبارة عن كام ديجري فريدم؟ 3 ديجري فريدم، اكس 1 اكس 2 اكس 3. كنا جبنا الكي ماتريكس والام ماتريكس، وجبنا الايجن فاليوز والايجن فيكتورز، طلعت لنا القيم بتاعتهم الصورة. ايش دي ايه؟ الناتشورال فريكوانسيز، ودي الميو. الموديل الاولاني، الثاني، الثالث، حطيت جبت الموديل ماتريكس. بيقول لي ان السيستم ريليز فروم بريست ات تي تساوي 0 بالديسبيسمنت اللي هي ايه؟ معطاه دي ديسبيسمنت اللي هو النهائي في الاول، اكس 1 كان بكام؟ نص، اكس 2 واحد ونص، اكس 3 3 ونص. يبقى دي مين؟ اكس 1 نوت، اكس 2 نوت، اكس 3 نوت. يعني الكولو ماتريكس اللي انا هحطها عشان اجيب الكونستانت هحط فيها ايه؟ نص، واحد ونص، 3 ونص. وبيقول لي كمان ان الفلوستي عند تي بيساوي 0 كانت بتساوي كام يا شباب؟ 0. يعني هو الماس الاولانيه، الماس الثانيه، الماس الثالثه ادالهم ديسبيسمنت، والسرعه في الحاله دي كانت بتساوي 0، هيسيبهم يتحركوا من السكون. فيبقى الاكسات بتساوي الكلام ده، والاكس دوت بتساوي الكلام ده. هو هنا في المساله دي في السلايد كنا حاطين الدلتا بتساوي A كوزاين بلس B ساين، A كوزاين بلس B ساين. فلما نعوض بالتايم فيها بزيرو هيدي لك ايه؟ هي مش مصري، A كوزاين بلس B ساين. فلما تحط التايم هنا بزيرو هيلغي الترم التاني ده، وهيدي لك مين؟ الإهاد، هيدي لك الإهاد. فالإهاد عوض بقى بالانيشال كونديشن، نص، واحد ونص، ثلاثة ونص بيساوي ميو اي واحد اثنين اي ثلاثة. حطيت هنا ايه؟ التايم بزيرو، الترم بتاع البي راح بقى لي. الانيشال كونديشن التاني اللي هو بتاع الفلوستي جبت الديفولت بتاعها وجبت زيرو 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 بيساوي ميو بي اوميجا واحد بي اوميجا اثنين بي اثنين اوميجا اثنين بي ثلاثة اوميجا ثلاثة.
ضربت في ميو انفرس يبقى الانفرس بتاع للميو مضروب في الكلام ده بيساوي الايهاب. ادي الميو ايه؟ انفرس. جبت الايهاب وجبت ايه؟ البي. البي كلها هتطلع بكام يا شباب؟ تطلع بزيرو. اللي هو السرعات كلها كانت كام؟ زيرو. فالترم الثاني بيطلع بزيرو. هيطلع لي ادي ايه؟ دلتا واحد، دلتا اثنين، دلتا ثلاثه. الترم بتاع الساين، الكوزاين، الساين ايوه، راح كله. يبقى اكس واحد جبتها منين يا شباب؟ دي اللي كنت بكتبها على شكل ايه؟ فاكرين في التو دي جي؟ كنت بكتب هنا اكس واحد تساوي اكس واحد واحد كوزاين اوميجا ان واحد تي بلس اكس واحد اثنين كوزاين اوميجا ان اثنين تي بلس اكس واحد ثلاثة. فده اللي طلع لي دلوقتي اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة. يبقى ده الريسبونس بتاع السيستم. انا هنزل لكم كام مساله للسكاشن. هيبقى مطلوب منك في المسائل دي هيبقى هتعمل سيستم يعني مطلوب فيه انك تجيب لي الايكويشن اوف موشن وتجيب لي المودل ماتريكس او تعمل مودل اناليسيس. تعمل مودل هتجيب لي الايكويشن اوف موشن تجيب الام وتجيب الكي. حتى الكلام ده طبعا هيبقى سيستم اقل حاجه فيه يبقى 4 ديجري. هتعمل الكلام ده بالايه؟ بالمثلث. هتعمل لي برنامج يحل لي الكلام ده لغايه ما يجيب لي كل الناس. انت معاد تسليمه بعد الفاينل الاسبوع اللي هو اول اسبوع عبد. مجموعات يا شباب خمسة. وعشان بس ما يبقاش ان هو اجبار انك تعمل الكلام ده الدرجة بتاعته هتبقى بونص مش هيبقى فيه يا شباب. هيبقى في من الترم تاني الاسبوع اللي بعد اللي جاي. اتفقنا اخر موضوع في الفايبريشن تيرمينال كونتينيوس سيستم. السيستمز اللي هي اللي نسميها اللامب سيستم او اللامب ماس سيستم اللي هي من في الفايبريشن ناس كنا بنعمل ايه يا شباب؟ ماثماتيكال موديل. الماثماتيكال موديل ده كنت بعمل السيستم بتاعي يا اما سنجل ديجري تو ديجري لغايه ان ديجري يعني
اي عدد من درجات الحريه اللي احنا عايزينها. السيستم اللي احنا بنعمله ده كان بيطلع لي نتائج، والنتائج ديت نتائج ايه؟ تقريبا نتائج ما هياش اكيوره. وكنت عشان ازود درجه الدقه بتاعت النتائج دي ازود ايه؟ الديجري اوف فريدم، ازود الديجري اوف فريدم. المعادلات الحركه اللي كانت بتطلع لي كان بيطلع لي ديفرنشال ايكويشن، ديفرنشال ايكويشن اورديناري ديفرنشال ايكويشن. وكنت بلجأ دايما للمالتي ديجري اوف فريدم علشان الحل بتاعها حل الاورديناري ديفرنشال بيبقى حل سهل نسبيا، الحل بتاعها بيبقى حل سهل. واحنا شفنا يعني حتى لو عندنا مجموعه من معادلات الكابل بنقدر نعملها ايه؟ الكابل ونحلها بالمنظر ده كده. لكن في الحقيقه في بعض السيستمز، في بعض السيستمز ما ينفعش احطها مالتي ديجري اوف فريدم، لازم اعملها ايه؟ اتعامل معاها على انها كونتينوس سيستم. كونتينوس سيستم يعني كاني بقول ان كل نقطه من نقط السيستم لها ايه؟ لها ديسبيسمنت مختلفه عن النقطه اللي جنبها. فبتكون زي يا شباب زي مثلا السترينج، سترينج السترينج زي مثلا نعم لو عندك مثلا عود وتر، وتر العود لما انت بتحركه كل نقطه من نقط الوتر ده بتتحرك ايه؟ ديسبيسمنت مختلف عن الثاني. فبالتالي بيبقى له عدد لا نهائي من ايه؟ من درجات الحريه. يعني الفري الديجري اوف فريدم بتاعته بتبقى ايه؟ انفينيت، بتبقى انفينيت. وبالتالي بيبقى له عدد لا نهائي من ايه؟ الناتشرال فريكوينسيز، الناتشرال فريكوينسيز. بس هو غالبا يا شباب الناتشرال فريكوينسيز اللي بتهمني الاولانيه، يعني الاولى الثانيه الثالثه الرابعه مثلا لغايه الخامسه. بعد كده بيبقى ايه؟ بتبقى كبرت جدا فايه؟ ما بتهمنيش، ما يعني مش مفيش احتمال ان اتحرك بفريكوانسي تساوي الفريكوانسي الثابته ولا السبعه ولا العشره. فعشان كده بتعامل مع السيستم ده على انه كونتينوس سيستم، كونتينوس سيستم بجيب له ايكويشن اوف موشن. في الكونتينوس سيستم ما بيبقاش فيه غير ايكويشن اوف موشن واحده للسيستم. يعني في المالتي ديجري في عندي 10 10 درجات حريه ب 10 ايكويشن بس اورديناري كلها. في الكونتينوس سيستم بيبقى عندي معادله واحده بس بتطلع بارشال ديفرنشال ايكويشن، بارشال ديفرنشال ايكويشن. لان هنا يا شباب في المالتي ديجري اوف فريدم او بعدي بالمالتي طبعا اللي هو سواء سنجل او تو او اكتر، في السيستم ده بيبقى الاكس او الديسبيسمنت فانكشن في ايه؟ في التايم، تبقى فانكشن في التايم. المعادلات اللي انا كنت لسه مطلعها بطلع الاكس فانكشن في التايم. انما في الكونتينر سيستم بتبقى الديسبيسمنت فانكشن في حاجتين، في التايم وفي الاكس كمان، في التايم وفي الايه؟ وفي الديستنس. يعني انا بجيب الديسبيسمنت عند انهي، عند قطاع، انهي قطاع سترينج مثلا طويل كده طوله ال عند اكس بيساوي واحد غير عند اكس بيساوي اثنين غير عند اكس واحد من عشره. فبيبقى الديسبيسمنت بتاعتي فانكشن في حاجتين، تايم وايه؟ واكس. اللي بيبقى مطلوب مني يا شباب بيبقى مطلوب مني ان انا اجيب الايكويشن اوف موشن، وزي ما اتفقنا ان الايكويشن اوف موشن هي ايكويشن واحده. يعني مثلا هناخد الفايبريشن بتاعت السترينج هيطلع لي هي ايكويشن واحده لاي سترينج، الايكويشن الموشن هي دي كده. حلها هيطلع فانكشن في ايه؟ حلها يعني يا شباب يعني ريسبونس، يعني الاكس يعني ديسبيسمنت، مش كده؟ ديسبيسمنت تطلع فانكشن في حاجتين، تايم وديستنس، تايم وديستنس. الحل ده بيبقى فيه كونستنت، بيبقى فيه كونستنت. زي ما هنشوف دلوقتي ان احنا ممكن نعمل سيبريشن بين الفاريبلز اللي عندنا. احنا عندنا قلنا ايه؟ تايم وديستنس. فممكن نحط الفانكشن ديت بتاعت التايم لوحدها والفانكشن بتاعت الايه؟ الديستنس لوحدها. وبالتالي هيبقى عندي كام كونستنت؟ اربعه، اثنين للتايم واثنين للديستنس. الاثنين بتوع التايم بجيبهم من الانيشال كونديشن زي ما ايه؟ زي ما كنا بنجيب في السنجل والتو والمالتي ديجري اوف فريدم من الانيشال كونديشن. التو كونستنتس الثانيين اللي هم بتوع الديستنس بجيبهم من الباوندري كونديشن. يعني مثلا سترينج
اطرافه شكلها ايه؟ ثابت ولا في سبرينج في نهايه السترينج ولا في ماس ولا في ايه؟ فبنجيبها من الباوندري كونديشنز. احنا لما بنستخدم الباوندري كونديشنز احنا طبعا هنركز على الباوندري كونديشنز مش الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن هيبقى فيها تكاملات وحاجات كده يعني ايه بتبقى صعب يعني ان انت تعمل التكاملات دي فهنسيبها دلوقتي. وهناخد الباوندري كونديشن. من الباوندري كونديشنز الشباب بنجيب معادله الحركه او الريسبونس اسف بنجيب ريسبونس وبنجيب الناتشرال فريكوانسي. الناتشرال فريكوانسي تطلع كام يا شباب؟ زي ما اتفقنا انفينيتي. فالناتشرال فريكوانسي بتطلع على شكل ايكويشن. الايكويشن دي مثلا فيها ايه؟ زي مثلا اوميجا بتساوي اي اي في ال مثلا. اي ده بقى ايه؟ 1 و2 و3 لغايه انفينيتي. فلما تحط اي ب1 يدي لك مين؟ اوميجا 1. حط اي ب2 يدي لك اوميجا 2. اي ب3. فالمهم يعني الفريكوانسي او الناتشرال فريكوانسي بتطلع على شكل ايكويشن. الايكويشن دي بيبقى فيها عدات تحط 1 2 3 4 تجيب الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا. ده اللي احنا هنعمله في الكونتينوس سيستم. هناخد كونتينوس سيستم للسترينج للبارز وللتورشنال شافت الروت والبيمز. هنبدا دلوقتي بايه؟ الكونتينوس سيستم هناخد الترانسفيرس فايبريشن للسترينج. ده شكل السترينج في وضع عام. ايه اللي موجود عندي يا شباب؟ طول السترينج من O لهنا كده L. طول السترينج L بيأثر عليه external force. واحنا برضو مش هناخد في الكونتينر سيستم غير الفري فايبريشن غير الفري يعني الفرصه دي تبقى بكام؟ بزيرو. بس انا هجيب الاول في معادله الحركه لها قيمه وبعدين نبقى نيجي نحل المعادله نحط الكلام ده بزيرو. في حمل موزع كده زي بيأثر على السترينج بي اوف اكس وتي اكس وتي. عايزين نجيب ايكويشن اوف موشن لحركه السترينج. فبناخد ايه يا شباب؟ element. بناخد element على بعد x ناخد element طوله دلتا x. الelement اهو الelement كده. السترينج ده بيبقى مشدود. التنشن اللي فيه بنفترض ان هو كونستنت. السترينج طبعا انت بتيجي تشد سترينج على العود بتشده بقوه معينه. فالقوه دي او اللي هي التنسايل فورس بتبقى كونستنت. هناخدها ايه؟ كونستنت. يبقى هنا في شد تي وهنا ايه؟ نفس الشد ايه؟ تي. طبعا لما خدت الاليمنت هنا هو بيتحرك فهتلاقي ان النقطه دي عامله انجل كام؟ سيتا. التانجنت عامل انجل مع الافقي سيتا. هنا التانجنت عامل انجل كام؟ سيتا بلس دي سيتا. يعني انجل مختلف عن الاولانيه. هناخد الفورسز دي كده ونبدا نحلل في الاتجاه الحركه. فين اتجاه الحركه يا شباب؟ اتجاه فيرتيكال. فانا هسمي الديسبلسمنت هنا سميتها ايه؟ واي اوف اكس وتي. واي اوف اكس وتي يعني لما تمشي مسافه اكس معينه هتلاقي ايه؟ واي لها قيمه معينه في اللحظه دي. طب لو بعد شويه هتلاقي اتغيرت مش كده؟ فهي ايه؟ الواي دي فانكشن في الاكس والتي. يبقى المطلوب مني ان انا اجيب الواي في اكس والتي. ناخد الاليمنت ده ونحط الفورسز ونشوف ازاي بنحل نجيب معادله الحركه وازاي نحلها. احنا فاضيين يا شباب دلوقتي ان التنشن تي ثابت. الانجل سيتا ديت هي ايه؟ طبعا التنشن مقاس للسترينج. فيبقى ده في اتجاه ايه؟ اتجاه المماس. يعني كان الانجل سيتا ديت هي ايه؟ زاويه ميل المماس اللي هي ميل. يعني لو معادله السترنج هي واي يبقى هي لا مش واي دوت. واي دوت يعني بالنسبه للطاي. احنا متفقين ان واي دوت بالنسبه للطاي. انما الميل السلوب بتاع الكيرف ناحيه الطاي مش دي واي باي دي اكس. دي واي باي دي اكس. اما نيجي نعمل ديفرنشيشن هنا يا شباب
انا عندي كام فاريبل؟ 2 اكس وتي، اكس وتي. فلما نعمل ديفرنشيشن بنعمل بارشال ديفرنشيشن. بارشال ديفرنشيشن يبقى من المقاس هنا هو دي واي باي دي اكس، بارشال دي واي باي دي دي اكس. واضح؟ تعال نشوف ناخد العلم ده ونشوف ازاي نكتب معادله الحركه. اخذنا element في هنا tension T، وهنا زي وي T. طول الالمنت ده دي اكس، عليه load هنا دي اكس وتي. عامل موزع يعني عشان نجيب الحمل على الالمنت كله نضرب في اللينز. بيعمل هنا انجل ثيتا وبيعمل هنا ثيتا بلس دي ثيتا. لما تكون ثيتا دي صغيره احنا بندرس السمول اوسيليشنز، ثيتا صغيره يعني معناها ان ثيتا بتساوي تان ثيتا بتساوي ساين ثيتا بيساوي دي واي باي دي اكس. طب يبقى دي ثيتا بتساوي ايه؟ اذا كان ثيتا بيساوي دي واي باي دي اكس يبقى دي ثيتا بتساوي دي تو واي باي دي اكس سكوير دي اكس. ديت ايه؟ الدي سي. تعالى بقى نشوف الفورسز اللي عندنا في الاتجاه الحركه، اتجاه الحركه اللي اتجاه الترانسفيرس، اتجاه الفيرتيكال. مركبه التي في الاتجاه ده هتبقى تي ايه؟ ساين سي. مركبه التي في الاخر تبقى تي ساين ثيتا بلس دلتا ثيتا، واحدة لفوق واحدة لتحت. وفي طبعا الفورس اللي هي بي في اكس وبي ديت مضروبة في دلتا اكس عشان تجيب اللود كله. وفي ايه كمان يا شباب؟ ام واي دبل دوت. احنا هنطبق نيوتن في الاتجاه الفيرتيكال. ام واي دبل دوت بيساوي ايه؟ بيساوي سيجما الاكسترنال فورس. سيجما الاكسترنال فورس بيساوي الام واي دبل دوت. مين الام واي دبل دوت؟ احنا هناخد الدنستي بتاعت الواير رو. رو ديت الماس بير يونت لينز. ماس بير يونت لينز على اساس ان هنا المقطع بتاعه بنعتبره رفيع جدا فناخد الماس بير يونت لينز. يبقى هنا اما اكتب معادله الحركه بتاعتي انا عايز اكتب دلوقتي ام واي دبل دوت. ام اللي هي ايه؟ رو في دلتا اكس. دي دلتا ام بتاعت الاليمنت اللي انا واخده. رو دلتا اكس في واي دبل دوت اللي هي دي 2 واي باي دي سكوير. الكلام ده يساوي ايه؟ سيجما الاكسترنال فورسز. هي القوة دي هتبقى لفوق ولا تحت يا شباب؟ أنا فرض الحركة دلوقتي إيه؟ لفوق، يعني فرض الواي ده الإكس بتاعي، ففرض هي دي إيه؟ دي الواي. طب يبقى هنا بقى تي ثيتا بلس دي ثيتا ماينس تي ثيتا. هي طبعاً المفروض إن هو تي ساين دي ساين الانجل دي، واحنا قلنا الساين بيساوي تقريبا ايه؟ الانجل بالراديان. ماينس دي ساين ثيتا بلس دي
بلس البي اوف اكس وتي مضروبه في ايه؟ في الدي اكس. ده حمل موزع على الـ على السترينج، يبقى على الاليمنت يساوي الكثافه بتاعه الحمل ده في الايه؟ في طول الاليمنت. يبقى رو دي اكس دي تو واي باي دي سكوير هيساوي تي في سيتا وفي ماينس تي في سيتا، هنروح مع بعض يبقى عندي بس ايه تي دي سيتا. دي سيتا اللي هي يا شباب دي تو واي باي دي اكس سكوير دي اكس دي تي دي سيتا بلس البي اكس و تي دي اكس. يبقى الماس في الاكسلريشن، الماس في الاكسلريشن بيساوي سيجما الاكسترنال فورس، سيجما الاكسترنال فورس. ممكن نقسم المعادله كلها على ايه؟ على دي اكس. ممكن نقسم المعادله كلها على دي اكس، هيبقى عندنا دي تو واي باي دي تي سكوير هيساوي طبعا مضروب في ايه؟ برو هيساوي تي دي تو واي باي دي اكس سكوير بلس بي اكس تي. دي المعادلة في الصورة العامة بتاعتها لما يكون فورس فايبريشن. لو فري فايبريشن هنحط الترم بتاع البي اكس تي ده بكام؟ بزيرو. هناخد دلوقتي الفري اندامبد فايبريشن. فري اندامبد فايبريشن معدل الحركه هتبقى شكلها ايه؟ الرو في الدي تو واي باي دي تي سكوير بيساوي التي في دي تو واي باي دي اكس سكوير. يبقى دي المعادله بتاعتي دي كده للفري فايبريشن. بنحطها في صورة دي تو واي باي دي تي سكوير بيساوي تي على روح اسميه سي سكوير دي تو واي باي دي اكس سكوير، حيث سي سكوير ده هو مين؟ تي على رو، وتي على رو تي كونستانت ورو كونستانت، فهي السي ده مقدار ثابت نحطه بالمنظر ده. المعادله دي عشان نحلها عشان نجيب الحل بتاعنا بنفس الايه؟ المتغيرات، نفس المتغيرات. فهقول ان الواي في اكس وتي ده الحل، هفرضه بالصوره دي يا شباب، بيساوي فانكشن كده في الاكس في فانكشن تانية خليها اف اف اوف اكس جي اوف تي. الريسبونس بتاعنا عبارة عن فانكشن في الاكس وفي التايم، ولقينا ان معادلة حركة هنا ده التايم وده ايه؟ وده الاكس. فممكن نحط الحل بتاعنا في الصورة دي، واي اوف اكس وتي بيساوي فانكشن في الاكس وفانكشن في مين؟ في الطيب. عايزين نجيب التو فانكشنز دول، عايزين نجيب التو فانكشنز دول، الاف اوف اكس يساوي ايه والجي اوف تي بيساوي ايه. عوض في معادله الحركه يعني لو ده الواي يبقى دي تو واي باي تي سكوير يساوي ايه يا شباب؟ هنا فاضل بالنسبه لمين؟ للتايم. يعني كان الفانكشن بتاعت الاكس كونس في دي 2 جي اوف تي على دي تي سكوير.
لو دي الواي فيبقى هنا ايه دي 2y باي دي سكوير فاضل مرتين ده كونستانت وده فاضل مرتين بالنسبه للتايم فاضلته مرتين بالنسبه للتايم وحولت الفاشل هنا للتوتال ديفرنشيشن عشان بقى باريا من واحد بس نفس الكلام دي 2y باي دي اكس سكوير هيساوي الجي اوف تي تعتبر هنا كونستان في دي 2f باي دي اكس سكوير عوض في معادلة الحركة يبقى اف اوف اكس دي 2 جي باي دي تي سكوير هيساوي سي سكوير في ايه يا شباب في جي اوف تي دي تو اف باي دي اكس سكوير افصل المطايرات لو هنا في فانكشن هنا ايه اوف اكس يعني هنقسم الطرفين على مين على اف في جي اف في جي هيديني الطرف الشمال واحد على جي اوف تي تي تو جي باي تي سكوير يساوي السي سكوير واحد على اف اكس تي تو اف باي الاكس سكوير كل اللي في الطرف الشمال هنا يا شباب فانكشن فين في التايم وهنا فانكشن في الاكس لو فانكشن في التايم بتساوي فانكشن في الاكس على طول يبقى معناها بتساوي كونستانت يساوي كونستانت يبقى الكلام ده حاطه بيساوي كونستانت الكونستانت ده هيحطه بيساوي نيجاتيف اوميجا سكوير نيجاتيف اوميجا سكوير طبعا الكونستانت ده ممكن يكون الكلام ده يعني لو ده بيساوي ده يعني ممكن يكون يساوي زيرو ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون ايه نيجاتيف لو فاكرين المساله بتاعت الاستابيليتي اللي خدتها في السنجل دي ما اعرفش خدتها ولا خدتوها المساله بتاعت البار اللي هو كان هنجت من تحت كده وكنت بتجيب له معاك الحركه فكان ده المفروض يتحرك ازاي كده وكده فكان له ثلاث حالات يعني لما جبت الناشف كلاس بتاعته لقيتها لها في تحت الجذر في اشاره نيجاتيف فممكن الجذر بتاعنا ده يبقى نيجاتيف ممكن يكون زيرو ممكن يكون ايه بوزيتيف موجوده في اول شابتر او ثاني شابتر لما درسنا الاستابيليتي فقلنا ان الكونستانت ده لازم يكون ايه لازم يكون نيجاتيف عشان تطلع المعادله ستيبل عشان يطلع المعادله ستيبل فالكلام ده في الرياضه لازم الكونستانت ده يطلع نيجاتيف هيبقى هناخد دلوقتي المعادله الاولى اللي هي دي طرف الشمال ده بيساوي ماينس ايه اوميجا سكوير ايه ده دي. عشان المعادله دي تبقى ستيبل لازم اسميها اي كورس سميها كورس انا سميته ليه اوميجا سكوير يعني مثلا لما كان بيطلع لك ام اكس دبل دوت بلس كي اكس بيساوي 0 كنا بنقسم على ايه الاول على ام فبيطلع اكس دبل دوت بلس كي على ام x بيساوي 0 خدنا الكي ايه على ام سميناه ايه اوميجا سكوير كونستانت سميته ايه اوميجا سكوير ليه لان انا عارف بعد كده من الحل ان هيطلع الكونستانت ده هو مربع الناتشورال فريكوانسي هو مربع الناتشورال فريكوانسي فكنت ممكن حطيت اوميجا بس كان في الحاله دي هيطلع ايه الناتشورال فريكوانسي هي جذر اوميجا واضح انا قلت لك عشان المعادله تطلع ايه تقول لي بقى حطيت الكونستانت ده بالسهل وعايز تعرف الكلام ده راجع المثال بتاع الشابتر 2 اللي هو بتاع البار
بتحرك حركة أوسيليتي حوالين الهنج تحت كده. هيبقى كده عندي معادلتين. المعادلة الأولى واحد على جي اوف تي دي تو جي باي تي سكوير بيساوي نيجاتيف اوميجا سكوير ومنها يا شباب ان دي تو اف باي دي تي سكوير بلس اوميجا سكوير جي اوف تي بيساوي زيرو. المعادله دي اللي هي ايه حلها ايه يا شباب؟ المعادله دي حاجه ضرب دوت بلس كونستانت في الفاريبل بتاعي بيساوي زيرو زي ما عرفنا كل الناس بنحلها بتاعت الدلتا او بتاعت الاكس. حلها ايه؟ ايه كوزاين بلس بي صار. يبقى هنا الحل بتاعي الجي اوف تي هيساوي كونستانت هسميه ايه؟ كوزاين اوميجا تي بلس بي ساين اوميجا تي. ادي اول فانكشن اللي هي بتاعه التايم. عشان نجيب الفانكشن بتاعه الاكس خد الطرف الثاني بقى من المعادله اللي هو سي سكوير في 1 على اف اكس دي اف باي دي اكس سكوير بيساوي ماينس اوميجا سكوير. هيطلع لك ايه؟ ان الدي دي تو اف باي دي اكس سكوير بلس اوميجا على سي سكوير في الاف اوف اكس يساوي زيرو. برضه هنا ايه؟ differential equation on second order differential equation وده constant في ايه؟ في الفاريبل بتاعي يساوي زيرو. يبقى الحل بتاعنا ايه؟ f of x بيساوي لا توتال هنسمي الكونس بتاعتنا دي كوزاين هنا ايه يا شباب؟ اوميجا على سي اكس الفاليو بتاع اكس بلس اي ساين اوميجا على سي اكس. يبقى الواي اوف اكس وتي بتساوي كونستانت كوزاين اوميجا تي بلس كونستانت تاني ساين اوميجا تي في الفانكشن بتاعت ال انا بفرض الحل على شكل جي اوف تي اف اوف اكس دي كوزاين اوميجا على سي تي بلس اي ساين اوميجا على سي اكس. الثوابت اللي في المعادله دي بتيجي من فين يا شباب؟ الثوابت بتاعت الفانكشن بتاعت التايم بتيجي من فين؟ من الانيشال كونديشن. والثوابت بتاعت الفانكشن الاكس
تيجي من الباوندري كونديشن. باوندري كونديشن ناخد مثلا string في المنظر ده string زي ده كده fix it يعني هو كده مديني ايه الباوندر كونديشنز عند x يساوي 0 وعند x يساوي l. عند x يساوي 0 ال y بتساوي كام؟ 0. وعند x يساوي l ال y بتساوي 0. هناخد الكلام ده ونعوض في المعادله بتاعه ال y الباوندر كونديشنز كده خلاص. انا عندي بقى دلوقتي ايه الواي في اكس وفي بيساوي الفانكشن دي في الفانكشن دي واحنا في التايم واحنا في ايه في الاكس. الفانكشن اللي في التايم قلنا الكونستنت هنجيبها من الانيشال كونديشن. الفانكشن اللي في الاكس من الباوندر كونديشن. انا عندي دلوقتي الباوندر كونديشن عند الباوندر كونديشن ات اكس الاولاني ات اكس تساوي 0 واي اوف 0 وتي بيساوي زيرو. الديسبليسمنت في عند التثبيت بتساوي زيرو. الباوندر كونديشن الثاني ال اكس بيساوي ال واي اوف ال وتي بيساوي زيرو. نعود بقى فين؟ في الواي واي اوف زيرو وتي هيساوي الفانكشن بتاعت التايم خليها زي ما هي مفيش اي فيها تغيير. الفانكشن بتاعت كان ايه يا شباب؟ كان كونستانت دي كوزاين اوميجا على سي في اكس. اكس ليها كام؟ زيرو بلس اي ساين اوميجا على سي زيرو. يعني الكلام ده بكام؟ واي اوف زيرو تي كام يا شباب؟ زيرو. طب والطرف اللي لليمين جي اوف تي كوزاين زيرو واحد وساين زيرو زيرو يبقى هنا ايه؟ جي يساوي زيرو. يبقى عندي هنا الكونستانت دي في جي اوف تي بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. طبعا مش معقول الفانكشن بتاعت التايم تساوي زيرو يبقى دي يساوي زيرو. ادي اول كونستانت ده اول كونستانت. نعمل بلاندر كونديشن الثاني واي of L of T هيساوي G of T D. احنا قلنا دي بكام يا شباب؟ دي بزيرو خلاص. يبقى هنا E ساين اوميجا على C L. الكلام ده بيساوي ايه؟ الواي في ال تي واي في ال تي بزيرو. بعد الباوند كونديشن دي تاني بزيرو. يبقى ده في ده في ده بيساوي زيرو. يعني ايه مين فيهم بيساوي زيرو؟ لا يمكن يكون مين؟ الجي اوف تي ولا الاي. يعني لو الاي والدي طلع كمان بزيرو يبقى ما فيش حل يعني. فيبقى مين اللي بيساوي زيرو؟ الساين. يبقى ساين اوميجا على سي ال بيساوي زيرو. يعني معنى كده ايه؟ اوميجا
على سي ال بتساوي كم؟ ايه الزوايا اللي الساين بتاعها بزيرو؟ اللي هي يا شباب اي في بار كده حيث اي بكام؟ 0 1 2 و3 يعني معنى كده ان اوميجا اي هتساوي اي في باي سي على ال ايه دي يا شباب؟ دي الفريكوانسي ايكويشن. فريكوانسي ايكويشن حط اوميجا بزيرو، حط اي بواحد يدي لك اوميجا واحد. اوميجا واحد هتساوي ايه؟ باي سي على ال. اوميجا اثنين 2 باي سي على ال. اوميجا ثلاثة يبقى دي اسمها ايه؟ فريكوانسي ايكويشن. دي اسمها فريكوانسي ايكويشن. لغاية كام الاي ديت؟ لما لا نهاية. يبقى هنا ديت الفريكوانسي ايكويشن. طب ويبقى الحل بتاعنا ايه؟ واي في اكس وتي. الحل بقى التوتال دي تساوي ايه يا شباب؟ ايه؟ كوزاين اوميجا تي بلس بي ساين اوميجا تي بساين اوميجا على سي اكس. هو انا جبت الاي والبي يا شباب، دخلت الاي معاهم جوه، يعني هيبقى ايه في اي ده ايه كونستنت، والايه كونستنت، يعني ده كونستنت جديد سميه ايه اي اسم خليه زي ما هو، ايه خليه تحطه ايه داش، انا لسه ما جبتش القيم دي. وكمان البي في الاي نفس الكلام سميتها ايه؟ بي. الاي والبي لو عايز اجيبهم بقى لازم استخدم ايه؟ الانيشال كونديشن. يبقى ده شكل بنسميه الويف ايكويشن، الويف ايكويشن او الديسبيسمنت بتاع السترينج في اي لحظه. حط التايم زي ما انت عايز وحط الايه؟ الاكس بالقيمه اللي انت عايزها. مفهوم يا شباب الكونتينر سيستم؟ كمل المحاضرة.